Ouais, mais après, faut pas en parler. C'est des choses qui arrivent pour un footballeur. Donc, si ça arrive, ça doit arriver. Mais on va pas se focaliser là-dessus. Bien adapté, la cohésion, elle est... Ouais, la cohésion est parfaite. Il y a un super groupe. L'ambiance est bonne. Donc, il y a de quoi faire quelque chose. Un petit mot pour les supporters, peut-être la dernière fois. Ah bah j'espère qu'ils vont venir nombreux en Suisse et au Brésil pour nous soutenir. به هو مطار هو لبومدين للإقلاع بعد حوالي 10 دقائق من الآن. وكما نتابع اللاعبون يغادرون الباهو لركوب الطائرة ومغادرة أرض الوطن الجزائر في هذا المحفل الدولي والثانية تواليا بعد مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. وكما تابعنا واستمعنا أيضا اللاعبون يسعون لدخول التاريخ من أوسع أبوابه والتأهل لأول مرة في تاريخ الجزائر إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم. وللتذكير فقط مشاهدينا فإن تربص المنتخب الوطني بمدينة جنيف السويسرية سيتخلله تلفزيون النهار. هذه الطائرة التي ستقل وفد المنتخب الوطني بإذن الله إلى مدينة جنيف بسويسرا قبل وهي نعم كما قلنا هؤلاء لاعبو المنتخب الوطني والثقة بادية على محياهم قبل دخول التربص وقبل أيضا لعب